بدأ الدخول اليوم حوالي الساعة 9 صباحا. طبعا العدد المتوقع دخوله اليوم، يعني نتوقع دخول حوالي 5000 شخص يوم لهذا اليوم. بالنسبة لآلية الدخول، يتم حجز موعد الدخول إلى سوريا من بوابة جلفكوز التركية بواسطة موقع الكتروني تم إطلاقه من الجانب التركي. كل أخ يرغب بالدخول عليه أن يحجز موعد، بالإضافة إلى طباعة بطاقة عبر هذا الموقع يستحبها موعد معبر تركيا، يتم توشيحها من قبل الجانب التركي بختم المغادرة التركي. جاي لهون اقضي اجازه عيد، جاي على سوريا اقضي اجازه عيد. طلعنا والله طلعت من تركيا، طلعت من الساعه 3 واجيت على المعبر التركي، مطلوب بورقه فيها موعد، يعني موعد تقطيعك على المعبر السوري، دخولك على المعبر السوري، وفي شويه اجراءات. بلشنا بالنسبة لإجازة العيد في الحجز الإلكتروني، هذا كان جديد موجود في الجانب التركي. نزل موقع الترنيت على الإنترنت، موقع على الإنترنت حجزنا فيه على الإنترنت. دخلنا أول يوم تم الحجز فيه، جينا على الموعد اللي حجزنا فيه الصبح باكرا، يعني صار في شوية صعوبات كونه في أول يوم زحمة، زحمة شوي.